لو حد حصل له حاجة في حياته تلاقي واحد تاني يقولك ده معمول له عمل، لكن في الوسط الفني الموضوع زاد عن حده شويتين، فتلاقي فنانة تقول ان زميلتها الفلانية مش عاوزاها تنجح فيتعمل لها عمل، واحد تاني يقولك ده فلان مش بيحبه وعاوز يخلص منه فبيعمل له عمل. ايه هي قصة الاعمال اللي بيتكلموا عليها الفنانين ومين هم اشهرهم ويا ترى تصرفوا معاها ازاي؟ تعالوا نعرف التفاصيل في تقرير اللي معانا. انا ملك ريان، تابعوني. الفنان احمد فلوكس في مرة اعترف في بوست كتبه على فيسبوك على صفحته انه تعرض لأزمة في حياته بسبب الاعمال السفلية من واحد كان عاوز يدمر له حياته، رغم انه ما كانش بيؤمن بيها، لكن لما طلعها من بيته عرف ان ده حقيقي وموجود فعلا بين الناس. وللأسف العمل كده ما كانش يتوقع منه خالص، لانه بيقول دايما على نفسه انه ابن ناس. والفنانة رانيا يوسف في حوار تلفزيوني ليها قالت ان فنانة زميلتها عملت لها عمل اسود علشان توقع بينها وبين جوزها المنتج محمد مختار ونجحت في ده، وحصل انفصال بينهم بعد 11 سنة جواز لأنها كانت كارهة نجاحها. وقالت رانيا إنها عرفتها ومقطعاها لحد النهاردة لأنها خربت بيتها. كمان الفنانة نجلاء بدر اعترفت إنها عانت من الأعمال دي 15 سنة كاملة، لدرجة إنها كانت بتشوف كوابيس وحاجات مخيفة وحشة في منامها، لحد ما راحت لشيخ في دار الإفتاء المصري وهناك قرا عليها سورة البقرة وآيات من القرآن الكريم لحد ما تفك العمل ده بعد سنين كتيرة. الغريب بقى ان الرقاصة والفنانة فيفي عبدو قالت في حوار تلفزيوني ليها ان وزنها زاد جدا وصحتها باظت بسبب الاعمال اللي اتعملت لها في بيتها، منهم مرة عن طريق الشغالة ومرة تانية عن طريق ناس تانيين، والشيخ طلعهم وحاليا هي محتفظة بكل الاعمال دي في كيس اسمر في بيتها. فيفي قالت انها في مرة كانت بترقص وفجأة ما قدرتش تحرك ولا حاجة من جسمها، ولما كشفت عند الدكتور قالها ان هي ما فيهاش حاجة، فتأكدت ان ده بسبب العمل الاسود اللي اتعمل لها وبطلت رقص من وقتها، لان العمل اتعمل لها علشان تبطل رقص وبس، ومن يومها وهي حاطه خرزه زرقاء في رقبتها. كمان الفنانة سوزان نجم الدين قالت انها معترفة بالاعمال دي في حياتها، وسبق ليها انها جابت شيخ وفكلها العمل اللي اتعمل لها من واحدة فنانة علشان بس تدمر مستقبلها الفني، واستمر معاها لاكتر من سنة كاملة، ومن وقتها وهي بتحصن نفسها بالوضوء والصلاة وقراءة القرآن. اما الفنانة الشهيرة مرات الفنان الكبير محمود ياسين فقالت في حوار تلفزيوني ليها ان اعتزالها الفن سببه عمل اسود من فنانة كانت بتنافسها في النجومية، ولجأت لشيخ علشان فكه بعد ما كانت بتعاني من حساسية في جسمها بسببه لسنوات طويلة، ولما راحت لدكتور منفعش العلاج، انما لما شافها الشيخ عرف السر بالظبط. كمان المطربة الاماراتية احلام وزميلتها الكويتية شمس كان ليها نصيب من الاتهامات دي، خاصة بالاعمال لما اتهمت شمس على الهواء زميلتها الاماراتية احلام باستخدام الاعمال في علاقتها بكبار الشخصيات علشان تعمل حفلات غنائية في دول الخليج. فردت عليها احلام وقالت على تويتر كلامك خطير، انت اكبر واحدة تعملي اعمال على مستوى الخليج، انت بتطبخي للناس وتأكليهم من اعمالك دي. اخيرا المطرب الشعبي سعد الصغير قال انه راح المغرب حوالي 18 مرة لفك عمل معمول له من الراقصة شمس، لكن متجوزها بشكل غير رسمي، والشيخ قال له ان العمل ده معمول له علشان يكره كل الستات اللي في حياته.